بالنسبة للبلاد التي بيننا وبينها معاملة جمركية مميزة، أي الجمارك صفرية مثل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والمغرب مثلا، في هذه الدول هي الجمارك صفرية، ولكن يتم دفع باقي الضرائب اللي هي ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وبعض المصروفات الإدارية البسيطة. وأما البلاد الأخرى التي بيننا وليس بيننا وبينها معاملة جمركية مميزة، فيدفع بالإضافة لما سبق الضريبة الجمركية أيضا بما يتناسب مع سعة المحرك، يعني يا إما 40% أو 135% اللي هي فوق ذلك. فهذه الوديعة تدفع بما يتناسب مع هل بلد الشحن أو البلد المقيم فيها، خلينا نعدلها، البلد المقيم فيها المغترب اللي هي المفروض تكون بلد الشحن برضو، هل فيها إعفاء جمركي؟ السيارات اللي هي بتصنع داخلها فيها إعفاء جمركي بيننا وبينها اتفاقية ولا لا؟ لكن دفع الوديعة بيتم في جميع الحالات، سواء شملها مشمولة بالجمارك أو غير مشمولة بالجمارك وفيها معافاة صفرية. تمام، يعني حضرتك تقصد ان الوديعة الدولارية بخصوص العربيات اللي هي تندرج تحت اتفاقيات دولية بتكون بتتضمن اللي هو رسم تنمية الموارد وضريبة الجدول والقيمة المضافة، مظبوط كده؟ تمام، في الحالتين بيتضمنها الثلاث حاجات دول. وفي حالة ان هي العربيات اللي لا تخضع لاتفاقيات دولية بيكون بيضاف عليها بس بند الجمارك وبيكون الضريبة الجمركية. 40%. الضريبة الجمركية اللي بيكون 40% او حسب الساعة اللي أو سافر. أو 135% اللي هي فوق، وأيضا تزيد ضريبة القيمة المضافة ثابتة 14% في جميع الحالات، ولكن تختلف ضريبة الجدول اللي هي أقل من 1600 بتبقى 1%، واللي هي من 1600 ل 2000 بتبقى 15% وبتبقى 30% للي فوق ال 2000 سي سي. تمام. لو انت هتستورد سيارة أوروبية، انت مقيم في إحدى دول الخليج تمام. وعايز وسيارتك أوروبية أيا كانت ماركتها، هذه السيارة لو انت عايز تنزلها مصر، لا هي ما بتبقاش بقى تطبق عليها الزيرو جمارك الأوروبي، لأن انت بلد الإقامة اللي هي إحدى دول الخليج أو الأردن والتي لا تخضع مثلا لاتفاقيات مميزة، تمام. وكذلك دول أمريكا الشمالية والجنوبية ودول آسيا الأخرى، دول آسيا برضو لا تخضع لهذه الاتفاقيات المميزة لو كانت سيارة يابانية أو صينية أو وهكذا يعني أو أمريكية. لكن لكن لازم بيدفع، بتنطبق عليها شروط دفع الجمركية ولا تنطبق عليها الصفر الجمركي طبقا للاتفاقيات. طيب لو عربية يعني عربية مش أوروبية لكن بتتصنع في أوروبا، فهل دي كده بتخضع للاتفاقية اللي هي اتفاقية الاتصال الشراكة الأوروبية؟ تخضع للزيرو جمارك طالما صنعت في إحدى بلد المنشأ، يعني اللي هي البلد التي تمت الصناعة فيها، دولة تخضع للاتفاقية زي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانت منشأ السيارة الأصلي ياباني أو أمريكي مثلا أو صيني، ولكنها صنعت في إحدى دول الاتحاد الأوروبي وتحقق نسبة المكون المحلي المنصوص عليها في الاتفاقية. والعكس وهي هو عربية أوروبية لكن بتتصنع في دولة تانية خارج أوروبا، كده هي بتخرج من الاتفاقية، مظبوط؟ بالظبط كده، بالظبط كده، ده كلام صح. تمام، أنا متشكرة جدا لحضرتك. احنا طبعا طبعا بنوضح للمتابعين الحاجات اللي كانوا بيسألوا فيها ما كانتش واضحة لبعض الناس يعني. تمام يا فندم، متشكر جدا.